وزارة الداخلية يا جماعة بتناشد الشعب المصري في حالة التعرف أو وجود أي معلومات تساعد في القبض على الإرهابي توفيق محمد فريج زيادة. هقول لكم الأسماء تاني. ده صورته. توفيق محمد فريج زيادة. أو أحمد محمد عبد العزيز السجيني. دول كتائب الفرقان وأنصار بيت المقدس. الإرهابي فهمي عبد الرؤوف محمد. الإرهابي فهمي عبد الرؤوف محمد. الإرهابي سمير عبد الحكيم إبراهيم. الإرهابي عماد الدين أحمد محمود. بحلقه كده وبصوا، جايز تكون شفته في مكان ساكن جنبك وتخيلوا ان حالق دقنه واحتمال يبقى لابس طرحة، ممكن اي حاجة تتخيلوها. دول ما بيتكسفوش يعملوا اي حاجة في الدنيا. الصور دي هتكون موجودة على صفحتنا على الفيسبوك، كمان على صفحة ممكن، يا ريت تبصوا عليها. اي حد شاكك في حد، الارهابي هشام علي عشماوي. هشام علي عشماوي. اي حد يشك في حد من دول عليه اتصال بغرفة عمليات الوزارة على الارقام اللي قدام حضراتكم دي.